كريم حسن، سني 20 سنة. بدأت ان انا يعني احب الروبيك كيوب من فترة حوالي سنة، السبب ان هو يعني مسلي جدا، بيضيع وقت كتير جدا، وفي نفس الوقت بيفيدني في تفكيري، في يعني بيزود لي شوية المهارات الذهنية عندي. اقل وقت عملته 34 ثانية بالظبط. تقليدي جدا اللي هو 3 في 3، في اللي هو الشكل ده هو الاصغر شويه، وده عباره عن هو 2 في 2، في شكل اللي هو اكبر من الاثنين دول اللي هو 4 في 4، في شكل اكبر منهم 5 في 5، وده معقد سنه. ده يعني ميجا مينكس، وده عباره عن 12 وش، كل وش ليه لون معين وترتب برضو باولويات معينه. ده سكيوب، ده عباره عن يعني زوايا مش مجرد اضلاع. وده شكل هندسي مالين دعوي. ده الميرول، ده عباره عن مربع زي اي مربع عادي، بس هو بيتغير حجمه على حسب تغيير الخوارزميات بتاعته. شكرا. جدا دخلت على موقع امازون، قعدت ادور شويه واعمل سيرش وكده، وصلت اللي هم المنتجات دي حسب الشركه اللي انا عارفها وكده، طلبتهم اونلاين وتعاملت مع الموقع، وشحنت لي على مصر في حدود حوالي شهر وشويه، وطبعا رحت الجمارك وخلصت الجمارك والحاجات دي كلها. بقالك كام سنه؟ انا متعلمه في اقل من سنه بالظبط، بقالي كام فتره بقالي بلعب بيهم كلهم، تقريبا 7 شهور. مجرد ان انا عايز اتعلمها، يعني حماسه ان انا عاوز اعرفها. دلوقتي بقت بالنسبه لي حاجات كتير، يعني مثلا اتعلمها، اجرب فيها، اخد ثقه في نفسي، لان هي مزوده ثقه جدا، لان انا شايف ان اغلب اللي حواليا 80% من المصريين نقدر نقول ما بيعرفوش يحلوها، فبالتالي كله بيقول ما بتعرفش تحلها، وانا في نفس الوقت بعرف احلها، ومش واحده، انا بعرف احل اكتر من واحده. يعني مديني ثقه. حماس مثلا لو انا في حاجه واقفه قصادي مش عارف احلها، او مش عارف افكر فيها، او المذاكره كسبيل المثال مش عارف اذاكرها، العب روبيك افتكر ان انا فعلا ما كنتش بعرف احل، وبقيت اعرف احل، فبالتالي تديني حماس واقدر اكمل اكتر.